الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن خطرهم أيضا أنهم طائفة تتعبد بقتلك، وقد ذكرت لكم سابقا أن أعظم الطوائف عداء لك الطائفة التي ترى قتلك قربة وطاعة، وهم طائفتان: طائفة الخوارج والرافضة. الرافضة يجعلون قتل السني من أعظم الأبواب التي يلج منها العبد للجنة، والخوارج كذلك يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الصوفية ترى خطر علينا، بس ما يتعبدون لله بقتلنا. الأشاعرة ما يتعبدون لله بقتلنا. الإخوان المسلمين ما يتعبدون الله بقتلنا، مع أنهم طوائف مبتدعة. لكن المشكلة في الرافضة، أول أمور دينهم اقتلوا السني، ولذلك ترى ضرب رؤوسهم وشقها حتى تتعود عيونهم على رؤية الدم في الثياب، حتى ما يخافوا. أن تلقى الواحد منا إذا شاف دم منا أغمي عليه، هذولك من صغرهم شق وجهه خله يشوف الدم، خله يشم رائحة الدم. كلهم يصنعونه لماذا؟ لقتلك أنت. فالقنابل كلها لك، والرصاص كله لك، والمدافع كلها لك، والاقتصاد كله لك، والثورات كلها عليك أنت أيها السني. فإذا هي طائفة خطيرة لأنها تتعبد بقتلك.